السلام عليكم ورحمة الله، معكم عمرو الرشيدي، وإن شاء الله هنبدأ مع بعض كورس مايكروويف عملي. الأسلوب اللي هيكون متبع في الكورس إن شاء الله هنتكلم في كل فيديو عن نقطة معينة، وليكن مثلا هنتكلم عن الفيلان مميزاتها وخصائصها، وبعد كده هنبتدي نتكلم عملي إزاي نكريت الفيلان على أكتر من إكويبمنت. فهناخد أشهر 3 إكويبمنت منتشرين عندنا زي الترافيك نود والار تي ان هواوي ويسيا. ده الاسلوب اللي هيكون متبع بحيث انت تبقى فاهم ان الفكرة واحدة واللي بتعمله هنا مشابه لهنا، بحيث لو قابلك اي اكويبمنت تاني تقدر تتعامل معاه بسهولة. طبعا لو نبدأ في الفيديو ده نبتدي نتكلم تفصيلا عن مكونات الميكرويف. طب انا عندي وظيفة المايكرويف ان هو مسؤول عن جزء الترانسميشن في الموقع، ده اللي بيربط موقعين ببعض او بيربط المواقع ببعضها عن طريق الراديو. المايكرويف بيتكون من ايه؟ بيتكون عندي من طبق، حاجة اسمها راوة او اوت دور يونت، وكابل كو اكسل شبه كابل الدش يعني، ومجازينة بتبقى تحت. طيب هنتكلم في الفيديو ده تفصيلا عن الاجزاء من اول الكابل والاوت دراية والدش، وطبعا المجازينة هتيجي في فيديوهات جاية هنتكلم عليها بالتفصيل عن كل مجازينة ومكوناتها سواء الترافيك نود او الار تي ان او سي. طيب خلونا نبدأ بالديش انتنة. الديش انتنة ده اللي هو الطبق ده بيبدأ من قطر 20 سنتي معاك لغاية 3.7، فالأحجام الأكثر شيوعا في طبق 30، في 60، في متر 20، متر 80، 42، 82، وهكذا. طبعا كل طبق من ده بيبقى عليه ليبل ومكتوب عليه هو كام جيجا، تمام؟ لان مهم انت لو بتركب طبق شغال فيلد انجينير لازما تتاكد من الراوه بتاعتك، هي الراوه الصح كام جيجا، الطبق كام جيجا، لان في حصلت معانا ان احنا في سايت بعد ما ركبنا مش عارفين نجيب التارجت في الار اس ال، واتضح ان الطبق مختلف في الجيجا مش هو المفروض يركب. فمهم جدا تفهم ان الطبق ده ليه جيجا معينه. فالاطباق بتبدأ من 6 جيجا لغاية 80 جيجا، من 6 ل 38 دي بيسموها البلو باند، ومن 40 ل 80 بيسموها الريد باند. طبعا عندي الاطباق دي في نوعين او مسميين بطلق عليهم في عملية التركيب، حاجة اسمها الانتجريتد ماونت، وده بيطلق على الاطباق الصغيرة اللي بتكون الاوت دراية راكبة مباشرة على الديش انتن، ودي طبعا بتستخدم مع الاطباق الصغيرة زي ال30 وال60، دي بيطلقوا عليها مسمى الشورت هول. النوع التاني اللي هو السبريت ماونت، ان الطبق بيكون حجمه كبير قوي فبيركب منفصل عن الراوة او الاوت دور يونت، وبيكون بيوصل ما بينهم حاجة اسمها الويف جايد. فهنا ظهر معانا مصطلحين اللي هو الشورت هول واللونج هول، مهم تفهم الفرق بينهم. انا الشورت هول بستخدم في الشورت هول اطباق قطرها صغيرة وبستخدم ترددات عالية هاي فريكوانسي، تمام؟ وطبعا بستخدم طول موجي بيكون منخفض اللي هو لو ويف لينث طبعا، والكفرج اريا او الاريا اللي المسافة اللي بتمشيها الاطباق ديت بتكون لو كفرج اريا، مسافة صغيرة. طب عكسها اللونج هول هستخدم معاه اطباق قطرها كبيرة، طبعا هستخدم ترددات منخفضة low frequency، وهستخدم طبعا، وهيبقى المنطقة او بتمشي مسافات كبيرة، الكفرج اريا مرتفع. ده كان الفرق بين الشورت هول واللونج هول، على اساس لو واجهت حاجة زي وانت بتعمل انترفيو تبقى فاهم الفرق ما بينه. تعال نتكلم عن الكوأكسل كيبل اللي هو شبه كابل الدش عندنا. الكوأكسل كيبل ده اخر مقاومته 50 اوم، اخر تردد ممكن يستحمله او اعلى تردد ممكن يستحمله 4 جيجا. عشان كده الكابل ده بيمشي فيه في عملية الارسال بيكون التردد اللي ماشي فيه 140 ميجا هرتز، تمام؟ طب والاستقبال بيكون 350 ميجا هرتز. عشان كده بتيجي وظيفة الراوة او الاوت دور يونت اللي هي
بتاخد بقى الترددات المنخفضة ديت اللي الكابل ما يقدرش يستحمل أعلى من كده، فبتبتدي تكبرها وتصغرها، بتقوم بعملية تمام. يبقى قلنا الكابل آخره 50 أوم، ما بيستحملش أكتر من 4 جيجا. في الإرسال بيبقى التردد 140 ميجا هرتز، والاستقبال 350 ميجا هرتز. طيب تعالى نتكلم عن الاوت دور يونت، اللي هي الراوة، اللي هي الراديو اكسس، هي دي المسؤولة عن تكبير وخفض الإشارة. تمام، على افتراض ان الراوة اللي راكبة عندي 38 جيجا، يبقى هي هتستقبل الكوأكسل كيبل، هتستقبل كام؟ 140 ميجا هرتز، وهتبتدي تكبرهم ل 38 جيجا هرتز، والعكس هتستقبل 38 جيجا هرتز من الفيسنج اللي هو السايت المقابل، وهتبتدي تصغرهم ل 350 ميجا هرتز اللي هيمشوا في كابل الكوأكسل كيبل ومنها للمجازينة. بعد كده في الهايبريد كابلر في إريكسون بيقولوا عليه الباور سبليت، ده وظيفته ايه؟ ده بيتجمع عليه راوتين، الاطباق اللي هي الوان بلس وان، واللي هي الاطباق اللي فيها اكتر من راوة. يعني هناخدها بالتفصيل قدام. يعني في مصطلح تاني اسمه الالاينمنت، انت كفيلد انجينير لازم أن تبقى فاهم يعني ايه الالاينمنت. بعد ما بدخل الكونفيجريشن على المجازينة بيبتدي الريجر يطلع فوق، و بيكون في ريجر في الفيسنج وريجر هنا، وبيبتدوا يعملوا حاجة اسمها الالاينمنت. طبعا بيكون معاه افو، الراوة بيكون خارج منها طرفين بيركب فيهم الافو ده، سالب وموجب، واحيانا في رواد بيبقى خارج منها طرف واحد اللي هو طرف موجب، والطرف السالب بيبتدي الريجر يحطه ياخده من الحديد بتاع البرج. تمام، طبعا انت تحت على المجازينة لو انت لاجج بتشوف حاجه اسمها الار اس ال، اللي هو الريسيف سيجنال ليفل. تمام، لكن الريجر فوق هو مش بيقرا بالدي بي، هو هيقرا بالافو بالفولت العادي. ففي معادله لازم انت تعرفها عشان تقدر تحول الدي بي المستهدف او الار اس ال المفروض توصل له لباور. فانت هتاخد التارجت مثلا، على افتراض ان السايت اللي انت رايحه ده هي التارجت المستهدف مثلا 39 دي بي، هتاخد ال 39 وهتطرحهم من 120 وتقسمهم على 40، هيكون الناتج ده الدي بي اللي المفروض يوصل له، قصدي البار اللي المفروض يوصل له الريجر فوق. تمام، طبعا اقل حاجه في الفولت المفروض ما تقلش عن 5 من 10 فولت، وما بتزيدش عن 3 و4 من 10 اقصى حاجه يعني. طيب لو الميكروويف، لو اتكلمنا عن اهم مميزاته، ان هو سهل في التركيب والتكلفه بتاعته بسيطه، لكن عيوبه ان هو شورت ديستانس، يعني المسافات اللي بيغطيها بتكون قصيرة، زي يعني أقصى مسافة بتهيألي 100 كيلومتر. تمام، وطبعا لو كاباسيتي، أقصى حاجة ممكن ينقلها بتهيألي 20 جيجا بت بير سكند. تمام، طبعا احنا في الفيديو ده اتكلمنا عن طبق والأوت دراية وكابل الكوأكسل كيبل، مهم تفهم إمكانيات الحاجات دي كويس. إن شاء الله الفيديو الجاي هنبتدي نتكلم عن المجازينة تفصيلا ومكوناتها كارتة كارتة بالنسبة للترافيك نود والار تي ان وسيا. بعد كده إن شاء الله الفيديوهات اللي بعد كده هنبتدي نتكلم خطوة خطوة عن الكونفيجريشن على التلاتة اكويبمنت. في نهاية الفيديو بشكركم، واستنوني في الفيديو القادم. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.